طيب تمام كويس قوي. فبيبتدي متحمس جدا وبعدين بيزهق. بليز يا سرطان حاول ما تبتديش يعني بطاقة جامدة قوي قوي وتبتدي تستنفذها بسرعة وتزهق بسرعة. خد الموضوع بالراحة. وكمان بيقول لي انه في هنا شخص جنبك، شايفين الكائن الصغير ده البورس ده، بيدي لك نصايح مش مفيدة، مش مفيدة بالنسبة لك. بليز توخى الحذر، والنصيحة اللي تسمعها قلبها في دماغك الأول، دورها في دماغك شوية، وبعد كده بعد كده يعني اتعامل. طيب في سفر يا سرطان، عندك سفر، عندك طريق طويل، طريق جديد انت ما كنتش عامل حسابك عليه، حاجة جديدة كده، سكة جديدة خالص. القراية حلوة، هلخصها بسرعة معلش عشان هي اتقطعت في النص. نهاية ألم إن شاء الله، خير عملته إن شاء الله بيترد لك، أو حاجة أنت منتظرها إن شاء الله هتجيلك. في حالة منافسة جديدة أو حالة دفاع عن النفس، لكن اثبت يا سرطان أنت قوي جدا الفترة دي. ده أنت اللي بتحط القوانين، أنت حاجة قوية جدا دلوقتي، الناس بترجع لك في كل حاجة. روبي على طول بكتب لك وما بتردين. نوره معلش حبيبتي انا في قرايه، استني هخلص وهقرا تعليقك. تطور ميديا سرطان ان شاء الله كويس جدا ان شاء الله، مش عادت الهم للفلوس. في هنا مغامره هتقرر ان انت تعملها. في الحمد لله استقرار في الحاله الاسريه. افتكر ده تاثير حاله الدفاع عن النفس او حاله المواجهه اللي انت فيها. بشكرك يا رحمه. في هنا حاله يعني بتبتدي متحمس قوي، بتفقد حماسك بسرعه، وشايفه قدامي طريق جديد خالص يا سرطان انت ما كنتش ناوي له وما كنتش عامل حسابك عليه. طيب اكتبي لي بقى الكومنت بتاعك دلوقتي حبيبي، انا معاكي اهو. مشاكل كتير، لا ان شاء الله الدنيا هتظبط. والله يا سحر انا لسه ما خفتش 100% يعني بس الحمد لله احسن. انا قلت الاسد يا رعاء موجود يا حبيبتي في الصفحه موجود. طيب هقول بقى المجموعه الثالثه، سوري الحاله العاطفيه المجموعه الثانيه بسرعه، حاسه انا اتاخرت. ممتازه، بشكرك جدا يا وليد، بشكرك قوي. العذراء حاضر، العربي سيطره حاضر. دي حاله كل برج السرطان ده فعلا. مساء الفل يا ام حسن، تسلمي لي يا كاميليا، الله يسلمك يا هناء. اسد موجود يا نور في الصفحه. يا رحمه انت اللي قمر بموت فيكي، وانت يا نهى وحشتيني قوي قوي قوي. صح جدا، تمام يا جهاد، منك مش بتردي عليا ليه يا ميرو؟ كنت في قرايه يا حبيبتي. انا اللي بموت فيكي يا نهى. حمل حاضر، هنقوله تاني. العفو. مساء الفل يا رحمة. القوس حاضر، ان شاء الله هنقول قريب جدا، والجد يقرب خلاص. احس باحباط ومخنوقة وفقد الامل. ليه يا لوبلي نانو؟ I love you too يا أميمة. لا حبيبتي ما تعمليش كده، تكون خيرة. بصي في حاجات كويسة جدا جاية، مش عايزاك تفقدي الامل بالطريقة دي. مفيش حاجة اسمها افقد الامل. يعني ايه تفقدي الامل؟ يعني مش عارف اقول لك ايه، كل يوم في جديد، كل يوم في حاجه جديده، وربنا يستعيه يعني بيمتحننا امتحانات وبيرجع يعوضنا تاني بعدين ان شاء الله. ربنا هيعوضك بفرحه كبيره والله، استني بس شويه. في صوت غير صوتك بسمعه. ايوه هو ده بالظبط اللي انا عايز اعرفه. في فيديو داخل على فيديو فيسبوك، في مشكله. شفت هو ده انا كنت بسال عليه. بشكرك يا رودينا، بشكرك يا شوشو. طب اكمل ولا اعمل ايه؟ الله يسلمك يا هبة. حبيبتي يا نهى ميرسي يا حبيبة قلبي، ميرسي يا منا جدا، منا وناس، ميرسي يا روح قلبي. طيب تعالوا نقول تمام يا ملاك، الحمد لله تمام جدا. ايه حوت يشعر بعزلة وغربة؟ هل هذا الامر طبيعي؟ بالقاسم بص انا حوت ومش حاسه ده، بالعكس العكس هي ساعات بيجي لي الشعور ده بس مش دلوقتي، انا مش حاساه دلوقتي. يمكن تكون بتمر بظروف دلوقتي مش كويسه ومش شايف دعم كافي او مساعده كافيه
من اللي حواليك، ده اللي محسسك بالغربة احتمال. بس الحوت حساس، وحساسيته بتخليه يفسر الامور بشكل غير واقعي شويه. ساعات احنا هوائيين برضو، فمش شرط يكون احساسك ده حقيقي، يعني ده ممكن يكون مجرد احساس جواك بس مش ده الواقع. فاهم قصدي؟ حاول تلمس الواقع شويه بالتعامل مع الناس، هتشوف ان انت لا، انت مش في عزله ومش لوحدك، وحواليك ناس كتير بتحبك والكلام ده، يعني انا واثقه منه. مش هتجرب، حاول بس اطلع من خيالك شويه. طيب تعال نشوف الحاله، مين بيعمل ساد فيس وبيعيط؟ لا انا عايزه لوب ولايكس. اللي بيعيط او بتعيط بليز ستوب كراين بليز. لا احنا ما صدقنا والنهارده بنحتفل، صوتك واضح جدا، شكرا يا خوله. تعالوا نشوف السرطان عايز ايه. لا الصوره مش واضحه، عربي اخرج وادخل تاني ان شاء الله هتبقى كويسه. ده شخص بيعتمد على نفسه، السرطان حابب يعتمد على نفسه. ماديا، ولو كان ده الراجل وهو اكيد معتمد على نفسه ماديا، فهو عايز يعتمد على نفسه. انا حاسس ان هو يعني متكل على الشريك في حاجات، حابب يبقى لوحده، يعني ما يكونش عنده اعتماد على حد. السرطان نفسه في ايه؟ لو السرطانيه ما اتجوزوش لسه، عايزه اتمام زواج، عايز تتجوز. لو تم زواج نفسها في حمل، نفسها في طفل، او ممكن يكون نفسها في حب غير مشروط. اوكي، شايفه شريكها ازاي؟ عايز اعلق بس الحب الغير مشروط ده، لو انت متجوزه ارجوكي حاولي تطلعي الفكره دي من دماغك، لان الحب الغير مشروط في الجواز يعني هو موجود بس واخد صوره مختلفه، يعني فاهمه قصدي؟ ما تدوريش على الصوره دي عشان ما تتعبيش لو انت بنت. والراجل على فكره نفس الكلام، يعني لو انتم متجوزين وخلاص في بينكم عشره والكلام ده، الحب الغير مشروط، الحب اللي هو الرومانسي قوي ده، اخد صوره مختلفه، موجود بس واخد صوره مختلفه شويه. السرطان شايف شريكه ازاي؟ شايفه محتار او هملو ومركز في حاجه تانية اكتر منه، واخد انتباهه في حاجه شده انتباهه اكتر من شريكه. الطاقه ما بينكم مرحله جديده، انتوا داخلين على مرحله جديده، بس مرحله حلوه يا سرطان، مرحله حلوه. انت على فكره اللي بتبعد، شريكك عايز ايه؟ حصل حاجه كتير الفتره اللي فاتت ضايقتني، ان شاء الله كل حاجه تبقى كويسه يا منى. شريكك حابب يفكر لوحده، عايز يقعد يفكر لوحده، هو يعني على حسب برجه، بس هو واضح ما هو من الابراج اللي بتحب تفكر نفسها، الابراج الاسد، الايه تاني اللي بيحبوا يفكروا لوحدهم دول، العذراء، يعني حابب يفكر في حاجه، عايز فرص معاك اكتر، يعني نفسه تديله فرصه، شكل الفرصه دي اتجاهك انت، محتاج منك فرص اكتر، اديله فرص شويه، بتبعد عنه، هو شايفك بتبعد عنه، زعلان وبتبعد عنه، وانا حاسه ان هو مش عارف سبب، يعني هو لو دخلت جواه، لو دخلت دماغه، هو مش عارف السبب ايه، هو مش عارف انت بتبعد ليه. فيا ريت نوضح. انتوا في مرحله خوف، انتوا الاثنين، هو خايف شايفك بتبعد، وانت خايف شايفه ان هو مش معبرك او مش مهتم بيك ومش مديلك الاهتمام والحب الكافي. خايفين انتوا الاثنين. المرحله الجديده بقى بتاعت الطاقه اللي انا قلت لكم عليها، طاقتكم كده انت وشريكك يا سرطان، اهو دي الطاقه الجديده، المرحله الجديده، مشاعر جديدة بتحسوها لبعض. وممكن يكون مولود يا سرطان، يا سرطانية، يا اللي مستنيين مولود، ده كارت مولود جديد ان شاء الله، في حمل او في حاجة من يعني كده مؤشرات لهذا الموضوع. بصوا بقى بعدها الفارس، هتبقوا فرسان بقى لبعض، كله هيدي بقى لبعض، والعطاء الفرص اللي عايزها شريكك هتديها له، وهتبتدي تهتم بيه، وتشوف الصوره اختلفت خالص عندك. يعني انا مش شايفه اي داعي لبعدك، اللي شريكك شايفك، شريكك شايفك بتبعد يا سرطان، انتبه انتبه. وانت فعلا حاسس انت بتاخد خطوات وبتحاول تاهل نفسك انك ما تعتمدش عليه في حاجه، يعني خلاص انا يعني انا هعمل لنفسي اللي انا محتاجه ومش محتاج شريك في حاجه. لا الدنيا ما بتمشيش كده،
لو لفترة حبيت تمشيها كده ما يجراش حاجة، بس مش هتمشي العلاقة كده، وهي هتتظبط ان شاء الله في مشاعر جديدة زي ما قلت، او مولود جديد في بعدها. ده حب، حب كتير واهتمام وعطاء بيقدم شيء. القراءة حلوة قوي، بحب القراءات اللي نهايتها حلوة، النهاية حلوة جدا يا سرطان ما شاء الله. اوكي، لا يا مها اللايف شغال كويس ما فيهوش اي حاجة، ما فصلش حبيبتي موجودة. اوكي، مين بيرد لحسابه الشخصي؟ اوكي تمام. اوكي ايوه يا سندس اتفضلي. مساء الفل يا سيف، اهلا بيك. بنت من يوم انت مستعجله على ايه؟ مستعجله ايه حبيبتي؟ يا حبيبي يا الله، بشكرك يا روحي. العقرب هيتقال حاضر، جوزاء قلته. وعليكم السلام يا انا منى. وعليكم السلام ورحمه الله حبيبتي، ازيك؟ الميزان، ما قلناش الميزان؟ طيب يلا بسرعه كده اقول المجموعه الثالثه والاخيره اللي هي بتبتدي من 10 لحد 21 يوليو. بيعلق ام عمار، اخرجي وادخلي تاني، اخرجي وادخلي تاني. اوكي. وميما je ne parle pas français anglais s'il vous plaît. شفتوا الحته الفرنش دي اللي طلعت دي؟ ميرسي يا ام حسن، بشكرك. يعني انا قلت اي حاجه الصراحه يعني، بس اكيد فهمت ليه مش برد. كامدل، اكيد كنت في قرايه حبيبتي، انا بقرا كل المسجات لما بكونش في قرايه. يا رب تختاريني. طيب هنشوف هي ولا اللي اختارت الصراحه. المجموعه الثالثه والاخيره برج السرطان. عايزه افهم تاني، ثانية واحدة يا جماعة. المجموعة الثالثة والأخيرة، القراءة العامة برج السرطان. أيوة أيوة. طيب بصوا يا حبايبي، شايفه ليه حاسه انه السرطان دول، المجموعه الثالثه دول كانوا في علاقه مش معروفه، علاقه مستخبيه سريه. اوكي، والعلاقه دي هتتعرف، انه حد هيكتشفها، والموضوع ده هيكون نقطة تحول في حياة السرطان. اوكي، سيبوا بقى انا قلته ده على جنب. في سرطان، في سرطانية هيبقى واقع عليهم الموضوع ده، انا متأكد. السرطان في حالة ارتباط شديد مع شريكه، او في حالة اختيار، بيختار بين حاجتين. السرطان مندفع قوي بمشاعره، رايح باتجاه مشاعره بشكل قوي جدا، لكن في شخص في حياتك يا سرطان موقفك، مش موقفك عشان هو مش بيحبك، لا هو بيوقفك عشان هو خايف عليك، عشان هو عارف انك انت مشاعرك هي اللي بتقودك، خايف عليك، فواقف عليك حارس، منعك تاخد، منعك ان انت تاخد اي خطوة. اسمع كلامه، معلش اسمع كلامه. الشخص اللي وقف لك ده، هي القطه السودا دي،
تصدقي انا بحبها جدا على فكره. ده خير، ده شخص منك، شخص قريب قوي منك، شخص من العيله، ام. انا دايما بحس ان القطه دي ام، واقفه قدامك وبتقول لك لا استنى، خليك حذر، انت رايح على حاجه باندفاع شديد يا سرطان. بس افتكر دي حاجه تخص عملك، رايح لها بسرعه، شايف في هدف قدامك وانت رايح له بسرعه، ومش هتقف باذن الله غير لما توصل له. في عمليه تحول بتحصل في حياتك للسرطان المجموعه الثالثه، في عملية تحول، انقلاب، في انقلاب بيحصل. هيبقى فيها مواجهات كتيرة، هيبقى في مواجهات كتيرة قوي، بس انت هتقرر تديها ظهرك وتمشي، تبعد عن كل المهاترات والمواجهات وهتمشي. مش شرط تكون علاقة كانت في السر وتعرفت، ممكن يكون حاجة تعرفت عنك يا سرطان انت كنت مخبيها مدة طويلة، ودي هتعمل لك نقطة تحول. انا مش عارفة ليه الموضوع ده، يعني دي الطاقة اللي واصلة لي جدا من الكارت ده. هتبعد عن المشاكل دي وتروح في حتة اكثر امانا، وهتاخد السلام والهدوء اللي انت عايزه، اللي انت بتسعى وراه. هتهدأ، في هدوء عندك تام، بس انتبه في شخص مستنيلك غلطة. قدامي ورق، انت بتعمل ورق، في حاجة تخص ورق انت بتنفذه من نفسك، بتبيع او بتشتري او بتقترض او اي حاجة من الحاجات اللي فيها ورق كتير، او انت اسأت الحكم على حد، ظلمت حد، او اقل تقدير يعني انك انت اسأت الحكم على حد. عندك حيرة برضو يا سرطان، محتار، رجل في الأرض ورجل في المية، مش عارف تاخد قرار. في حاجة مخوفاك، أفتكر إن السرطان ده، العقرب ده، اتسبب لك في أذى فعلا، خوفك. طيب النصيحة بقى، سايسو keep your enemies close، خلي اعدائك قريبين منك. الشخص اللي مسبب لك القلق ده وقاعد مستني الفرصه عشان يحط سم او علشان يأذيك، ده عايزك تقرب منك جدا، واللي هو ايه تطبطب عليه كده ويبقى تحت عينك على طول، تحت عينك، علشان ان شاء الله تتفادى الحاجات دي. مش هيأذيك، انا مش شايف انه هيقوم لك باي اذى. وانت واجه يعني. فلنفرض ان الشيء اللي انت كنت مخبيه ده كان غلط، كانت حاجه غلط انت عاملها، ايه يعني؟ مفيش حد فينا ما بيغلطش، عملت حاجه غلط، واجه نفسك، قول انا عملت كذا كذا كذا، ما يهمكش حاجه، خلاص، واللي يحصل يحصل يعني. سر بينفتح، عادي عادي خالص، عادي خالص. المواجهه، انت محتاج تواجه يا